اكثر ليله ليست ككل الليالي. بعد قطع مميز للكره الان مشيو لاتاك. لو تعديت كان ممكن تعمل فرصة، لكن برافو الاعتراض كان في مكان مناسب. لاعب الجهة اليسرى ينطلق المساعد. هو رجل مباراة الليلة. الدفاع ممتاز. لا مكان للوصول لحارس المرمى. المدافع ممتاز. شوف الاندفاع، شوف الانتظار، مرتدة على الأبواب. شو دعني كرة سعيدة الحقيقة تغلب حارس المرمى بمثل هذه الإمكانيات. كرة سعيدة بالنسبة في هذا المساء جمهور بدون شك ربما يشعلنا نحن في كبيرة التعليق قبل اللاعبين في أرضية الملعب. عبين في أرضية الملعب، 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 عبين في أرضية الملعب. ما زال مستمر. ينطلق بمهاراته لاعب كبير عادي. ها هي التمريره العرضيه جايه. تمريره في منطقه صعبه اكيد خوفت المدافع. سلسله من المراوغات تمر حتى يوصل منطقه جيده للتسديد. مركز رائعين من اللاعب لاعتراض الكرة وافتكاكها. اتفكت الكرة بسرعة استعادة. أواخر الشوط الأول صعبة وساخنة جدا. لحظات من الضبابية. فرصة خطيرة من برافو المدافع. افتكاك كرة وهجوم سريع مرتد.
45 دقيقة أولى. ننتهي أصدقائي المشاهدين، لكن قبل هذا نسمع عبد الله شرايو في الشوط الأول. أحلى كرة في إذا بعد الشوط الأول متميز جدا، الآن انطلاقة الشوط الثاني، فكيف سيكون؟ عداش برافو بالفعل، كرة رائعة، فريق حقيقة يقدم أداء ممتاز اليوم، ممتاز. ممكن نقول محاولات عقيمة، الكرة دائما تحدث فيها عن الواقعية والمشاعة، تجي فرصة تحطها في الشبكة أفضل من تجيك ألف فرصة وبدون تهديف. طبيعي عصام، أعتقد أن الكرة أقوال، إذا لم يستطع أن يسجل من الطبيعي أن كل الفرص التي قام بها لا يمكن أن تمثل بالنسبة له شيء. كرة تخرج للزاوية مرة ثانية. نشوفوا التمريرة عادية. شوف التسديدة قوية، مدافع قوي ونشيط. شوف يحمل كرة، مازال يهز الكرة قدام النبيل. 60 دقيقة تقريبا المباراة. خطأ ويتقدم الحكم، سيتخذ إجراء تأديبي. حسب طبيعة المباراة اللي نشاهده فيه يظهر لي المباراة مؤهلة لأوراق أخرى، القرارات صعبة من الحكم، الآن إنذار والقادم صعب جدا على هذا الفريق. الفريق يفقد السيطرة على المباراة زميلي عصام، لذلك تكثر البطاقات عليه. شوف الهجوم جيد من زملاء الفريق، كانت كرة خطيرة للأمانة لو تعداد. اوه يا له من كنترول بسبب هذا الدفاع الرائع، ينال ويحظى بإعجاب الجميع. هاوشيت دعم تسديدة على المرمى، كانت تسديدة قوية لكن الحارس كان متفطن واستطاع الدفاع عن شباكه. برافو والله على حارس المرمى، لأن مثل هذه الكرات تحتاج إلى توقيت. ضربة ركنية، اوكي ممكن تقول لي انه مدافع مو شيء، لكن في الاخير نجح في تسديد الكره. كره مرتدة خطيرة،
في الوقت المناسب. التايم كان ممتاز لاحتلال هذه الكره الاخيره. مراوغة ممتازة ولتنفيذ التمريرة. اوه هدف ضايع، هدف ضايع، ضايع ضايع هدف ضايع. هذا ولد صايع يور مراوغ يعدي ويفوت، يفوت ويعدي الكورة. لكل مباراة الرجم ولكل تاريخ يكتب رجال. هدف نموذج يا عبد الله. انظر لهذا اللاعب، عرف عنه التمركز الصحيح، يعرف يشم الهدف. نعم اتفق معك، ويسجل اهدافه في الوقت والمكان المناسبين. انيق ودقيق جدا في لعبه، كانك في حضره تنازل حقيقي عن الكره. محاولة التسديد. كرة ثابتة مهمة وركنية في بحث عن هدف. كرة عفوا عن القرار. الدفاع ممتاز. والآن في لحظة الوداع